بسيطة زي ما نحن قلنا، زي ما قلنا حتى الإنسان يعني معرفته، ما في إنسان يعني عنده علم كامل، لكن معرفته بخلينا نقول يعني whatever كان هي قدر شنو ممكن تساعد ناس آخرين يعني. ودي الفكرة من الموضوع ده، عشان كده نحن دارين تبقى عادة كل الناس تشاركنا بما تعرف، وربنا بزيدة من علمه. فأتمنى الموضوع ده ما يجيف، والمشاركة ما تكون حصريا على ناس معينين في الجروب، كل الناس. مصعب سفاري وعدنا بداتا اناليسيس، شغل في الداتا اناليسيس، فالناس ما إلا نحن نزعلها يعني، برضو يعني هي برضو تحاول شنو تتواصل معانا، والحاجة دي والله بإذن الله بيكون فيها ثواب، لأنه بجد المحاضرة دي ممكن يعني تقع في الإنسان، وبجد محتاج لها وتضوي طريقه. وتاني نرجع نقول العلم ده فيه زكاة، ودي زكاة علم، وربنا يوفق الناس كله ويزيده. وتاني دارين نعرف بأن إحنا جايين من وين، إحنا جايين من جروب سودا ديتا، وفي يوتيوب شانل، وفي تيليجرام شانل، وبنشير الروابط الآن في الشات لكل الناس اللي ممكن يكونوا مهتمين. وتاني أنا أعيد يا جماعة عليكم، الله يزول بيعرف طلاب خريجين أو فاينل، يساعدهم بنشر المحاضرات دي ونشر الجروب، لأنه ديل التارجت بتاعنا صراحة الأول. الجروب فيه ناس ما شاء الله عنده خبرات، لكن في ناس داري يعملوا كارير شيفت، لكن ده التارجت الأول يعني، ديل الناس اللي ممكن يكونوا ما عارفين أي حاجة لسه، بوصلتهم ما زبطت، محاضرات زي دي بتوجههم. أنا ما عايز أطول، اتفضل يا إبراهيم، ممكن تعرف نفسك، وإن شاء الله ربنا يديك العافية، شكرا لك مقدما. الله يسعدك، الله يسعدك. معكم إبراهيم أحمد عيسى، بي آي كونسلتنت في وزارة التعليم طيب أنا بالنسبة لي رحلة البي آي هي بدأت يعني كارير شيفت، أنا أصلا خريج هندسة اتصالات من جامعة العلوم التقانة، كنت بعدها اشتغلت في اتصالات الطيران ودعم فني، بعدين زي ما نقول شنو يعني بقول إنه دائما الشخص اللي يكون عامل كارير شيفت ممكن يكون يواجه حبة صعوبات، على أساس إنه هو ممكن يكون جاي من مجال مختلف تماما عن مجال الداتا، بس هو أي زول جاي من إنجينيرينج أو إنجينيرينج يعني باك جراوند، أو إنه جاي من إنفورميشن تكنولوجي، بيكون سهل جدا إنه يدخل في الموضوع. يعني نشكر الدكتور طارق وأستاذ يوسف وحامد على المحاضرات القيمة اللي كانت موجودة، اللي كانت عرفت الرولز لموضوع البي آي عموما كده. فنحن حنختصر هنا يعني، ما حنحاول نعيد كل الكلام السيوري اللي اتقال في المرات الفاتت. البيج داتا كان موضوع شيق جدا، وممكن كلنا استفدنا منه بكمية كبيرة جدا، بس على حسب تجربتي البسيطة جدا يعني بقول انه البي آي او البي آي داتا، لما انه الواحد يبدأ من مستوى البي آي في الاول على الاي تي ال على الاون بريمسز، ده يمكن موضوع اسهل واقل تعقيدا شوية من موضوع يعني انا بشوفه مدخل سهل لاي زول عامل كارير شيفت او هو مبتدئ عايز يدخل للموضوع بتاع البي آي او الداتا عموما. طيب في مجموعة من المهارات بتكون موجودة، أو الواحد محتاج إنه ينمي فيها، مثلاً إنه يقدر يتعامل مع الـ Database والـ RDBMS، يتعامل مع الـ SQL Server، أتليست إنه يكون بيقدر يعني يكون فاهم الشكل بتاع كيف الداتا بتتحفظ، الـ Tables. إبراهيم إحنا فقدنا صوتك ولا أنت سكتت؟ هو بس سكت، بس في مشكلة شيرين بس، لكن خلاص تم. أوكي. طيب فزي ما قلنا الواحد بيكون محتاج مهارات، أنا بقول الأساس كل ما الواحد كانت مهارات في SQL Server قوية في SQL Database بصورة، أما هو سهل جدا إنه يدخل على الموضوع بتاع البي آي. طيب أنا بس هحاول عشان عندي فصل من هنا، عشان الناس تكون قادرة تطلع على السلايد، بس ما حنبدأ من السلايد اللي موجود، بس دقيقة بس. طيب طيب تمام، الناس قادر تشوف السكرين عندنا؟ ايوه شايفين يا ابراهيم ظاهره. طيب واضح. ممتاز. طيب موضوع البي اي عموما انا اخترت الام اس بي اي، قلت يمكن هي بالنسبه للسهوله انه اي زول مبتدئ يقدر يدخل عليها. طيب باختصار الام اس بي اي انه انا بحاول اخذ الداتا عندي من مالتيبل سورسز على أساس إنه أجمعها بشكل قابل للتحليل، يعني الـ MSBI باختصار جدا هو
هو عبارة عن إنه أنا أحول الداتا لإنفورميشن. الداتا هي التكنيكال فورمات، يعني تكون محفوظة مثلا في داتا بيز، في فلات فايل، في أي نوع، إذا كانت استراكشر أو نون استراكشر، ونحن حاليا حنستخدم الاستراكشر في المحاضرة. طيب أنا على أساس إنه أحولها لإنفورميشن، معناها مفروض أجري عليها بعض العمليات على أساس إنه تكون قابل للتحليل، وأحلل البيانات على أساس إنه متخذ القرار يقدر يستفيد من البيانات اللي موجودة. طيب نبدأ بالكونتنت اللي موجودة عندنا نتكلم عنها. طيب حنتكلم عن انه ما هي الداتا وير هاوس، نتكلم عن الداتا بيزز والداتا وير هاوس، نتكلم عن او ال تي بي والاولاب، حنتكلم عن الداتا وير هاوس اركيتكشر، Dimensional Model, Data Mart, ETL. حنشوف الـ Advantages والـ Disadvantages ومثلاً الـ Software Solution for Data Warehouse. حنتكلم عن MSPI وزي ما قلنا هو Mini Project على أساس إنه هي دي مقدمة، يعني كل موضوع من المواضيع دي هو ممكن يتكلم فيه بإسهاب لفترة طويلة جداً، وفي مجموعة من المراجع والواحد لازم يعمل Training معين على أساس إنه يقدر، أو Practice معين على أساس إنه يصل له. طيب نجي نشوف لو الحياة بدون داتا وير هاوس أنا حيكون عندي شنو؟ حيكون عندي مجموعة كبيرة من السورسز، سورسز باختلافاتها مختلفة، إذا كانت داتا بيس، ERP سيستم، أكسس داتا بيس، فلات فايل، إكسل فايل، حيكون عندي مجموعة كبيرة جدا من البرامج الموجودة عندي في المؤسسة اللي أنا بخدمها، فيها بيانات مختلفة، ممكن يكون عندي مثلا بيلينج سيستم مختلف، عندي ERP، CRM، أو عندي ويب سايت أخذ منه داتا معينة. طيب إذا أنا جيت أحاول إنه أنا أفتش في كل المصادر اللي موجودة عندي على أساس إنه أحلل البيانات على أساس متخذ القرار يقدر يتخذ القرار ويحسن مثلاً من جودة الإنتاج أو جودة الأداء في المؤسسة بشكل عام، حواجه صعوبة جداً، يعني إنه أنا عشان ألقى الداتا على أساس إنه ألقى الداتا بسرعة، عشان إنه أصلاً أفهم الداتا اللي موجودة، وممكن ما أقدر أستخدم الداتا حتى لأنه هي بأشكال مختلفة. حاضر يعني باختصار كده. طيب من هنا أنا بيجي عندي شنو؟ عندي داتا different sources، معناها أنا حكون خلص إنه حكون أنا أشوف الفترة الزمنية اللي أنا محتاجها، يعني أنا حكون عايز margin للداتا بتاعتي دي، مثلا فترة زمنية إنه هل أنا بديت من 200 عندي historical data، مثلا system بديته من 2017 فلنفترض، فأنا عايز خلص كل ال historical data من 2017 لحد الآن أقدر أتحصل عليها وألويها بسهولة. طيب حشوف ال distribution channel، هيكون الإمباكت بتاعي على البرودكت والسيرفيسز اللي أنا بقدمها، وحقدر أعمل برودكت بروميشن عشان أعرف أساس الريفينيو المعين اللي عندي أقدر أستفيد منه، أو بمعنى تاني إذا أنا عندي مستودع عارف كمية البضائع اللي أنا قاعد أبيعها على أساس إنه في بضائع بتقعد عندي فترة طويلة في المستودع، فأنا خلاص قراري جاي إنه أنا ما حجيب أنواع البضائع المحددة دي وهكذا. طيب هنجي باختصار، داتا وير هاوس هي طريقه لحفظ البيانات وتحليلها او عمل ريبورتنج عليها بصوره مختلفه بصوره مختصره جدا. طيب فبدل تكون انا عندي مالتيبل سورسز، حيكون عندي سورس واحد، في مثلا ممكن يكون داتابيس على حسب البندر اللي احنا مستخدمينه، وبما ان احنا نتكلم عن مايكروسوفت فخلاص 100% حتكون الداتابيس عندنا SQL سيرفر اون بريمسز. طيب حابب انه اجمع البيانات دي من سورسز مختلفه، اكيد اثناء ما انا بعمل اكستراكت للبيانات من السورسز المختلفه حاجه القى انا عندي مشكله بسيطه، انه في
compatibility issue، يعني sources ما كلها حتكون compatible مع بعض كده. إذا معناه هنا حتولد لي حاجة اسمها transformation، أنا هحاول أخلي source والdestination يكونوا compatible مع بعض. بعدها خلاص المرحلة الأخيرة اللي أنا حكون load للdestination معين، على أساس إنه بعدها تجي المرحلة بتاعت الreporting، الذي أستخدم البيانات دي للreporting، حيكون عندي reporting tool معين. إذا معناه أنا عندي data multiple sources، ممكن تكون من database، من flat file، CSV، Excel file، ممكن تكون من APIs حتى XML file. طيب بدير عليها عملية بتاعت ETL، هحولها لستيجنج داتابيس، لأنه بصورة بسيطة بما إنه أنا شغال على التحليل أكيد ما هشتغل أي حاجة في السورس أو في البرودكشن بتاعي، لازم أنا آخذ كوبي من الداتا لما كان عندي هو ستيجنج داتابيس، أبدأ عليها أجهز على أساس إنه بعدين كلويدها على الداتا وير هاوس، على أساس إنها تكون بشكلها النهائي هي جاهزة للريبورتينج أو تكون كيو أنشئ منها استخدمها على البي آي أبلكيشن أو الداشبورد. طيب تمام. طيب الداتا وير هاوس هي عباره عن سبجكت اورينتد انتجريتد تايم فير نون فايوليت كولكشن اوف داتا. طيب وانا بتعمل سبورت للمانجمنت داتا عشان تاخذ ديسيجن معينه، اذا معناها هي متغيره مع الزمن، لازم تكون انتجريتد سبجكت اورينتد ونون فايوليت. طيب باختصار انا حيكون عندي بروسيس اسمها ترانسفورمينج داتا، زي ما قلت انا على اساس انه اخلي السورسز تكون مع الديستنيشن كومباتيبل، فانا حاعمل ترانسفورميشن معينه للانفورميشن اللي موجوده عندي. طيب من هنا بدي خلاص انا اشوف الداتا وير هاوس ارتكت، انا عندي اكسترا ترانسفورم لود، منها جاء المصطلح اي تي ال اللي مشهور جدا، زي ما قلنا باختصار انه حيكون اكستراكت للداتا من السورسز بتاعتها، بعدين حتكون ترانسفورم ولود للداتا وير هاوس، وبعدها بتكون ترانسفورم المرحله الاخيره هي تكون للاناليتكس. طيب اساس انه انا ابني الداتا عندي زي ما بقولوا مفهومين، مفهوم اسمه مفهوم الاو ال تي بي والاو لاب. الاو ال تي بي دي Ordinary databases اللي احنا بنستخدمها بشكل عام هي transactional databases، مبنية على اساس انه تكون متصلة ببنيها على الـ AR model، بتكون في relationship primary foreign key between the tables اللي موجودة عندي، بس بشكلها اللي موجود هي ما صالحة لانه للتحليل. فمن هنا جات الفكرة بتاعت انه انا خلاص انا عايز اجيب لي ميكانيزم معينة على اساس انه اقدر اجهز الداتا لانها تكون جاهزة للتحليل بصورة بسيطة. طيب من هنا جاء في الدايمنشنال موديل، انا عندي ممكن اعمل داتا كيوب موديل، ستار سكيما، سنو فليك سكيما، وممكن اكون فاير كونستليشن. طيب باختصار انا عندي موديلنج بصوره كبيره جدا، الناس بتستخدم الستار موديل بصوره بسيطه، اول كيوب سنو فليك بصوره ممكن نقول يعني اقل استخداما كده، بس عندها اماكن ثانيه مستخدمه. طيب باختصار الستار سكيما هي عباره عن شنو؟ او الستار سكيما هي عباره عن انه انا بحول القيم المحسوبه او الميجربل اخليها تكون في تيبل لوحدها، والصفات لكل حاجه محسوبه تكون في تيبل بره بكل اختصار. طيب أنا عندي مثال حقوم أستخدمه، حطلع شوية من المحاضرة عشان أسهل على الناس الفكرة العامة اللي موجودة. طيب طيب فلنفترض أنا مشيت اشتريت حاجة محددة من مكتبة مثلا، فنفترض انه انا مشيت مكتبة بتاعة جري. طيب فانا في المكتب لما نشتري اشتريت كتاب مثلا، اشتريت لابتوب، اشتريت ادوات مدرسية، مجموعة من الحاجات. في النهاية المكتب بتطلع لي فاتورة بقيمة المشتريات اللي انا اشتريتها. طيب اذا معناه انا بالنسبة لي من الفاتورة دي ببدا اقدر اتخيل شكل التحليل والداتا الهاوس يبدا بس من الفاتورة البسيطة. كيف الكلام ده؟ طيب احنا قلنا الحاجات اللي محسوبة نسميها فاكت او الميجربل، تكون عباره عن فاكت
في حالتنا هنا قلنا الفاك ده هو عبارة عن invoice. طيب بصورة بسيطة، أي فاتورة أنت تأخذ الفاتورة دي عندها رقم فريد أو يونيك أو ID number للفاتورة المحددة، مثلا أخذت الفاتورة. طيب داخل الفاتورة بيكون عندي زمن، إذا معناها الزمن عامل مهم جدا في التحليل. طيب حاجة أشوف إنه خلاص أنا من هنا هبدأ أسمي الحالة اللي أنا قاعد أسميها dimension، فأنا حيكون عندي date. طيب الفاتورة دي هي من فرع محدد، إذا افترضنا إنه المكتبة عندها مجموعة من فروع فهي عندها فرع معين أو ستور معين أنا موجود، إذا معناها أنا عندي معلومات عن الستور أو البرانشز اللي موجودة. طيب الفاتورة دي صدر لي موظف، إذا معناها أن المكتبة عندها موظفين محددين موجودين، هو بيكون الـ agent ID موجود عندي، إذا معناها أنا عندي موظفين. طيب عندي بضاعة، حاجة أنا اشتريتها هو product أنا اشتريته، فإذا جينا أخذنا الـ product مثلا اشتريت كتاب، كمبيوتر، اشتريت لابتوب، اشتريت أي حاجة. إذا باختصار أنا الدايمنشنال موديل اللي أنا بدي بتكلم عنه إنه أنا الفاتورة هي دي القيمة المحسوبة بالنسبة لي، والفاتورة دي في أوصاف بالنسبة لها، الأوصاف هي الزمن، البرانش، الموظفين اللي موجودين، والبرودكت اللي أنا اشتريته، والبرودكت حتى ممكن يكون منه كاتيجوريز وسب كاتيجوريز وهكذا. طيب من هنا أنا خلاص أنا كده هسه بكل بساطة عملت موديل قبل ما أدخل في أي تعديلات للبيانات اللي موجودة عندي. طيب الموديل ده هو عبارة عن شنو؟ هحسب مثلا أنا كحاجة أحسب الإجمالي بتاع المبيعات، مثلا الصم للسيلز أو الصم أماونت للسيلز. طيب حسبت القيمة دي، هي دي القيمة الميجربل اللي موجودة عندي. بعدها خلاص على حسب الدايمنشن أنا حاجة أشوف إنه أعمل مقارنات على أساس إنه أوضح للداتا أو أوضح للإدارة إنسايت من الداتا اللي موجودة. هتبدأ مثلاً بشكل بسيط جداً، حاجة أشوف أكثر الفروع مبيعاً، أقل الفروع مبيعاً، أكثر المنتجات مبيعاً، مثلاً أكثر الموظفين محقق التارجت بتاعه في الزمن المحدد وهكذا. بعد شوية ممكن يكون بما إنه أنا عندي برودكتس، البرودكت دي برضو هي حتكون محفوظة في ويرهاوس، وحيكون عندي مثلاً توصيل، فأنا حاجة أشوف البضاعة من الشيبين ديت لحد ما تدخل الداتا ويرهاوس، لحد ما تصل العميل بعد ما يكون. دي كلها معلومات أو إنسايتس أنا بقدر أحددها من الموضوع بتاع الداتا ويرهاوس والاناليس بصوره عامه. خلاص الاداره بناء على الكلام ده هتتخذ قرار محدد على اساس انه تاخد، انا هشوف الفرع اللي مثلا ما مغطي مصروفاته انا هقفل، والموظفين اللي ما بحققوا التارجت ممكن اوصلهم، البضائع اللي انا ممكن ما استفيد منها. انا بتكلم بصوره سلبيه لكن هي ممكن يكون في طرق ايجابيه يعني، بس هو كنظره او مثال يعني. طيب نرجع نواصل ثاني على السلايد. إذن زي ما قلنا الصوت ما واضح؟ واضح واضح واصل، سامعين كويس تمام. طيب زي ما جينا قلنا عندنا فروقات بين أشكال الـ databases أو كـ database هي OLTP أو OLAP إنها جاهزة للتحليل في الـ data warehouse. طيب فهذه ألقى إنه هي transaction oriented في الداتابيز، خلاص هي مبنية على أساس إنها هي تكون transactional database الاستخدامات اليومية اللي موجودة عندي بغض النظر عن نوع النظام المستخدم. طيب يكون عندي مثلا saving the online bargain of data، يكون عندي ER model على أساس إنه ال ER model والديزاين للداتابيز بيكون عبارة عن foreign key أو foreign key primary key. طيب بعمل capturing للداتا وبكون عندي real time information موجود. طيب في data warehouse هي subject oriented، بحفظ ال historical data على أساس إنه أنا هذا الموديلينج بيختلف، أنا عندي في الموديلينج أو الموديل انترنيز ظاهرين بدل يكون استخدم ال AR model هستخدم ال data model اللي هي منها ال star schema زي ما بحلل البيانات وباخذ ال entire information
versus التايم اللي موجود عندي أو الفترة الزمنية أو الهيستوريكال داتا. طيب بصورة تانية نفسها رجعنا. طيب بالنسبة للداتا ويرهاوس المبنية على المالتي دايمنشنال داتا موديل بيكون عندي كيوب. الكيوب بالنسبة لي هو بيكون associated بثلاثة مفاهيم، يكون عندي slicing, dicing and rotating. يعني باختصار انه انا باخذ البيانات، باخذ مثلا deeper look من البيانات وبقسم البيانات. بضربه دائما زول مرات حياتي ضربه مثلا، يعني مثلا اذا جينا انا اخذنا في مطبخ مثلا طباخ، فهو اذا قطع البصله في الشكل الاول هو عمل لها سلايسنج، اذا قطع لها مكعبات صغيره هو عمل لها دايسنج، فهو بيفتش للديبر انفورميشن ريليتد للحاجه. طيب اكيد كل حاجه عندها ادفانتجز وديز ادفانتجز موجوده. طيب من الادفانتجز اللي يعني احنا بنتحصل عليها من استخدام الداتا ويرهاوس انه انا بحسن اليوزر اكسبيرينس تو بروفايد فاريتي اوف داتا، بزيد الكونسيستنسي اللي موجوده في الداتا، لانه لما يكون عندي داتا من مالتيبل داتا سورس حيكون عندي ريدندنسي كثير. يعني مثلا حتى الداتا اللي انا ما محتاج اجيبه من كل السورسز، او ممكن يكون في تيبل مثلا مشترك. اذا انا عندي مجموعه من الانظمه هي الانظمه انتجريتد مع بعض، فمثلا جدول الموظفين خلاص انا ممكن اخده من ما اجي ابني ماستر داتا مانجمنت حجيبه مره واحده، يعني ما في داعي انا اجيب الجدول اكثر من مره لانه هياثر لي في البرفورمانس بعدين. طيب حضيف حعمل انكريس للبرودكتيفيتي اللي موجوده عندي وديكريس الكمبيوتنج كوست، انه انا خلاص الداتا دي كانت عندي في سورس واحد مبنيه وهي كونسيستنت داتا. طيب وبقدر اعمل كومبايند للداتا من مالتيبل سورسز في وان بليس. طيب وبرضه بيكون عندي انفراستراكشر كويس جدا، لانه انا بقدر سبورت التشنجز اللي بتحصل على الداتا وبقدر اعمل ريبليكيشن. لانه زي ما بستخدم انا مثلا الاوبريشنال سيستم، ممكن انا صعب جدا انه تراك التشنج اللي بيحصل فيها. طيب فيها disadvantages، الموضوع بتاع عملية الاكستراكتنج والكلينينج واللودنج للداتا هو بياخد زمن. يعني ممكن انا في مرات الناس مثلا بتبدأ تتحايل الموضوع انه يبدأ يشغل مثلا operational dashboard، انه الداشبورد بيكون سريع جدا يبدأ ياخد الداتا من الشكل الاساسي ويعمل له داتا مار صغير على اساس انه. لكن انا لو جيت استخدم المفهوم بتاع الانتربرايز داتا وير هاوس، هي هتاخد زمن ديزاين الامبلمنتيشن، وحتى بتحتاج ناس يعني اكسبرت في المجال المحدد على اساس انه. طيب حيكون عندي مشاكل بتاعت كومباتيبلتي من السيستمز اللي موجوده، واكيد محتاج انه اقدم تريننج للاند يوزر اللي هم ما حيكونوا، وللاسف يعني ممكن بشكل كبير اصلا ما يستخدموا الداتا وير هاوس. يعني مثلا بتكون في مشروع محدد هم عندهم ماستر داتا مانجمنت او ام دي ام موجوده، مفروض عليها كل البيانات من كل السورسز اللي موجوده، تيجي تشتغل مشروع في المشروع ده يقول خلاص لا ابني مثلا داتا مات سريعه جدا على اساس انه تشتغل. في ناس تعبت في انها تجهز الداتا وير هاوس والانتربرايز، ولسه في ناس بيشتغل. طيب بعدين الموضوع بتاع السكيورتي، والسكيورتي بيحصل يعني مشاكل، لانه انا لما اجهز الداتا وير هاوس وهي حتكون على ريبورتنج تول، حابب انه لازم اشتغل على الستيتنج، والمفروض اذا كانت الداتا خطيره متعلقه مثلا بجهه حكوميه او جهه ثانيه لازم اخليهم يشتغلوا ستيتنج. بيكون في اختلاف بين الداتا اللي موجوده في الستيتنج لاسباب يعني تقنيه والموجوده في البرودكشن، فتتواجد كميه من المشاكل اللي موجوده. طيب الاكستراكت ترانسفورم لود، من هنا انا حابب اتكلم. انه قلنا الاكستراكت زي ما قلنا في بدايه المحاضره، ان هي انا باخذ الداتا من سورسز مختلفه، بجري عليها كالكوليشن محدده او ترانسفورميشن محدده، وبعمل لها لود للتارجت ستورج اللي هي الداتا وير هاوس الحاله، على اساس انه تكون جاهزه للتحليل. من هنا جاء المفهوم بتاع الام اس بي اي اللي هي عباره عن تول كيت، هنمشي عليها سريع شويه كده. طيب الـ MSBI باختصار هي أنا converting the data into information، عندي data هي technical format محفوظة في databases معينة أو أشكال technical، هحولها لـ information. العملية دي كيف؟ عبر إنه أعمل تحليل.
التحليل اللي في النص ده هو عبارة عن شنو؟ إنه أخذ الداتا من المالتيبل سورسز مثلا CSV SQL Server Excel فايل، أخذها أجرى عليها عمليات تصل للداتا ويرهاوس، بعد الداتا ويرهاوس تكون خلاص إنها جاهزة للتحليل على أساس إنه تكون information أقدر أعرضها للناس. طيب من هنا أنا عندي مجموعة من التولز اللي أنا بستخدمها، زي ما قلنا إحنا نستخدم مايكروسوفت ستاك، فمبدئيا هي هتبدأ بالـ SQL Server، يعني هي عبارة عن complete toolkit inside SQL Server introduced by Microsoft. طيب تتكون من الـ SQL Server اللي هو ديل داتابيز انجين او RDBMS اللي انا هستخدمه، تكون من حاجه اسمها Integration Services SSIS، Analysis Services SSAS، Reporting Services SSRS، والـ SQL Server بستخدم الـ Visual Studio كـ Development Tool، بستخدم معاه حاجه اسمها SSDT اللي هي الـ SQL Server Data Tools، وكريبورتينج تول بستخدم الباور بي اي ديسكتوب، وبستخدم الريبورت سيرفر على اساس انه احنا بنتكلم عن اون بريميسز، فنحن عشان نعرض البيانات تبعت الباور بي اي ديسكتوب هو عباره عن التول اللي انا بستخدمه على اساس انه ديفلوبر ريبورت او الداشبورد اللي عندي، بعد ما اخلص الديفلوبمنت خلاص انا عايز اعمل ببلش عشان يشوف الاند يوزر اللي هو اصلا البيزنس اونر بالنسبه لي. هستخدم ريبورت سيرفر اون بريميسز، والريبورت سيرفر بشكل من الأشكال جاهز لأنه يستخدم مع الكلاود أو إنه يعمل سبورت للكلاود، بس الناس في المؤسسات اللي هم بيكون فيها السكيورتي إيشو فهم بيحاول إنه ما يرفع أي حاجة على الكلاود، تكون كل الحياة عندهم on premises. طيب على الباور بي آي بستخدم لغة اسمها الداكس، الداكس هي دي داتا أناليسيس إكسبريشن، ممكن الناس اللي فاميليير بالإكسل يكون بالنسبة لهم الداكس يعني سهل جدا، لأنه في كورسات يعني زي ما بقولوا كثير، وفي مراجع كثير ممكن نرسلها للناس يعني بعض المحاضرة أساس إنه يستفيدوا منها أو كده. طيب ممكن كده خلاص، أنا شايف إنه نسبيا من السلايد يعني أخذنا كمية كويسة، إذا في أسئلة ممكن نبدأ نأخذ الأسئلة على أساس إنه نمشي لجزء عملي. والكلام ده كله زي ما قلت هو عبارة عن introduction، يعني أي حاجة من المواضيع دي يعني إحنا بس مسكنا رؤوس الخيوط اللي فيها، لكن أي حاجة عندها تكنيكس وطرق معينة على سنة مستقبل. اللي عنده سؤال يرفع ايده، بنعمل له أميوت، بندي دقيقة كده، لو ما في زول سالي يا إبراهيم بنواصل على طول. تمام اللي عنده سؤال يريز his hand. أنا تخليه so far so good يا إبراهيم، يعني ممكن تواصل عادي ما في. طيب في سؤال أيوة. Okay. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والسلام. الله يديكم العافية. بس ترى فيها باشمهندس اللي هو الـ MSBI واحد من المكونات والـ SSRS صحيح؟ صحيح صحيح. طيب بما إنه هو report tool والباور بي آي report tool، يعني كيف بنستخدمهم الاثنين؟ يعني المعلومة البسيطة اللي عندنا إنه هو الباور بي آي عبارة عن نسخة upgraded من الـ SSRS، بما إنه الاثنين بيأدوا نفس الـ function، ولا متين، ولا في أي حال بستخدم الباور بي آي في أي حال بستخدم طيب يعني براس good question. الفريق بيناتهم بتين أنا بستخدم الـ RS وبتين بستخدم الـ Power BI. هي على العموم الاثنين التولز قريبات لبعض، لكن أي واحدة بتتميز عن الثانية، بمعنى يعني أنا لو دار استخدم report raw data بمشي على reporting service، ولو عايز أعمل dashboard بستخدم الـ Power BI. تمام؟ الباور بي اي فيه بعض الليميتيشن في الرو داتا، يعني مثلا انا لو دار اعمل ريبورت تمام فيه مثلا 200,000 ريكورد، عشان اقدر اعمل له اكسبورت على الاكسل شيت في الباور بي اي ما بقدر اعمل العمليه دي. اثنين
انه دائما يعني البيست براكتس انك انت تاخذ في الباور بي اي الاجريجيتد داتا وفي الريبورتنج سيرفيس تاخذ الرو داتا. وضحت يعني براس. وبرضه من ناحيه بتاعت يوزر اكسبيرينس الباور بي اي فيه بعض الشارت هي افضل من الريبورتنج سيرفيس. انا تخليه برضه الانتراكتيفيتي الانتراكشن في الداشبورد في الباور بي اي بيكون في الانتراكشن يعني هو اصلا ديزاين تو بي يعني تو انتر الاند يوزر انتراكت معه لكن الريبورتنج سيرفيس او الريبورت سيرفر ده بيستخدمه للباجينيتد ريبورت يعني دي الريبورت اللي ما فيها انتراكشن يعني بصوره عاليه خلينا نقول ممكن تكون شيء في ستاتيك لكن ده فيه انتراكتيفيتي عاليه وغير كده يعني في يعني في مرونه بتقدر تكالكوليت يعني بتقدر ما ادري اقول لك بروجرامينج لانجويج لكن مثلا بالداكس بتقدر تبيلد حاجات فيري كومبليكيتد وزي ما قال معاذ هو يوزر فريندلي يعني ده ديزاين للداشبورد فقط لانه في فرق لما اقول ريبورت وداشبورد في فرق بيناتهم. الداشبورد كل هي بتكون في صوره بتاعت جراف بتكون يعني بتساعد زي ما قلنا الفهم بتاع الداشبورد بيساعد المدير من الفيرست جلانس يقدر يفهم شكل الداتا اللي عنده لكن في الديتيلز لو عايز ديتيلد ريبورت استحاله تمشي للباور بي اي او لفيجواليزيشن اكيد حتمشي للريبورت سيرفيسز. برضو بعض الحاجات يا دكتور يوسف يعني مثلا انت عندك في الار اس يعني تقدر تعمل اكسبورت لديفرنت فورمات يعني مثلا باوربوينت اكسل مثلا اكس ام ال CSV اللي عندك يعني في كميه من الاوبشنز بالنسبه للريبورتنج سيرفيس متوفره في يعني مثلا متوفره اكثر من في الباور بي اي وزي ما قلنا برضو انه مثلا من ناحيه بتاعت يوزر اكسبيرينس برضو افضل الباور بي اي. ونقطه اخيره الباور بي اي ما ريبليسمنت للار اس انما هو مكمل له يعني هي الاشياء دي مكمله لبعض لكن عمره ما كان ريبليسمنت للار اس هم مكملات لبعض. بس في حاجة يا سيدي يا دكتور جات جديدة ممكن تعمل ريبليسمنت للريبورتنج سيرفيس اسمها باجينيتد ريبورت يعني تولز جديدة نزلت في السوق نزلتها مايكروسوفت لأنه مثلا مايكروسوفت ما قاعد تعمل ريبليسمنت بقت كتير في موضوع الريبورتنج سيرفيس فعمل شيفت للباجينيتد ريبورت. لو ما في سؤال تاني نمشي لإبراهيم الواصل هتخليه ما في زور رافع يده. إبراهيم ممكن تواصل؟ طيب تمام بس في سؤال من أخ اسمه عثمان دقيقة بس رافع يده من قبل نزله ورفع تاني كده المايك عندك ممكن تفتح المايك يا عثمان تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انا بس عاوز اعرف فائده الكيوب شنو بالضبط او الاس اس اس عموما ما انه انا عندي عارف انه الاس اس اي اس انتجريشن والاس اس ار اس الريبورتنج فالفائده بتاعت الكيوب وانا طالما بقدر اكونكت مثلا على الداتا مارت بالنسبه للداتا وير هاوس اذا قلنا بيرفورمانس فغير البيرفورمانس ممكن تاني استفيد منه في شنو وبرضه طيب يا متين بستخدم الـ SSS يعني. خلاص يا عثمان؟ يس 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 خلاص يعني. طيب الـ SSS اللي هي الـ Analysis Service هي عبارة عن Semantic Layer بمعنى يعني مثلا أنا مثلا عندي Data حلو؟ مثلا أول حاجة حجمها زي ما أنت هسي ذكرت حاجة مهمة حجمها مثلا يكون عالي مثلا اثنين انه مثلا انا عايز اعمل سكيورتي مثلا زي عندك في الاي اس عندنا حاجه اسمها برسبكتيف يعني شنو البرسبكتيف دي انه مثلا انا يكون عندي مثلا داتا وير هاوس اعمل ابني عليها سكيورتي ومثلا اخلي كل يعني مثلا انا عندي سيلز على مستوى السعوديه عايز اخلي مثلا كل مثلا منطقه من مناطق السعوديه تشوف الداتا بتاعتها فقط ففي الحاله دي بعمل لهم حاجه اسمها برسبكتيف اي واحد يقدر يخش على الداتا تبعه. اثنين برضو من ناحيه بتاعت بيرفورمانس يعني عندك الباور بي اي حجم الفايل اذا مثلا يتعدى 1 جيجا
ما تقدر تعمل له هو ابلود على مستوى ال على مستوى الريبورتنج سيرفيس. ثلاثه برضو اذا انا مثلا ماشي في موضوع السيلف سيرفيس، يعني شنو السيلف سيرفيس؟ انه انا عايز اخلي البيزنس هو يبني الداشبورد بتاعه، لانه زي ما الغالبيه انكم انتم تكنيكال واحنا عارفين الحاجه دي، انه الباور بي اي حاجه سهله يعني اي واحد ممكن يقدر يستخدمها. فطيب انا بيجي ببني للبزنس، ببني له سيمانتيك لاير اللي هي على الاناليسيس سيرفيس، تكون الداتا نظيفه والاسامي بتاعتها تكون يعني بزنس نيم. ثلاثه انه انا ابني له الميجر، ابني له الكي بي ايز بتاعتي، كل الكالكوليشن، كل الاشياء دي اعملها له في الـ في الاناليسيس سيرفيس، وادي البزنس تريننج شويه على مستوى الباور بي اي، وخليه يعمل كونكت على الاناليسيس سيرفيس ويبني الداشبورد بتاعه والريبورت بتاعه. دي من ضمن الفوائد. لكن في القالب انه بيستخدم لما يكون في مشكله بتاعه بيرفورمانس ايشوز. يعني انا اديك مثال، كان عندنا في بعض في واحد في جهه من الجهات دي كنا شغالين عليها، كان عندنا مشكله بتاعه بيرفورمانس، يعني الداشبورد لما تيجي تفتحه بيعدي بعض مرات 3 دقائق، بعض مرات بيعدي 5 دقائق. لما جينا عملنا انفستيجيشن في الموضوع ده، لقينا انه فعليا يعني حجم الداتا كل مره ماشيه تكبر. فلقينا الحل شنو؟ لقينا انه الحل نحول الموديلنج اللي اتبنى على مستوى الباور بي اي ده نبنيه على الاناليسيس سيرفيس اللي هو الاس اس اس، ونخلي الباور بي اي يكون في الحاله دي يكون لايف كونكشن. يعني احنا جينا بنينا كل اللوجيك اللي اتبنى في الباور بي اي من ناحيه بتاعت فات ودايمنشن والاشياء دي، حولناها من باور بي اي ل اس اس اس، وخلينا الباور بي اي عباره عن جست بريزنت للداتا. فبصراحة تنفرق الموضوع من 5 دقائق، يعني الحمد لله بقت من 30 ثانية إلى 40 ثانية. فالحاجة دي حولت لنا شنو؟ حولت لنا الاناليسيس سيرفيس. وبرضو أنا لما يكون مثلا عندي اناليسيس سيرفيس، كل الكالكوليشن مثلا الكالكوليت كولوم ولا الكالكوليت تيبلز ما ببنيها عندي على مستوى الاناليسيس سيرفيس، بقوم ببش كل حاجة تمشي على مستوى الداتا وير هاوس أو الداتا مارت. أنا بس فقط الاناليسيس سيرفيس ابني عليها الرولز بتاعتي او السكيورتي بتاعتي، وابني عليها مثلا الكالكوليشن بتاعتي، وابني الموديلنج بتاعتي. في النهايه هي عباره عن موديلنج فاكت دايمنشن تيبل. فدي الفكره كامله من انه انا ليه بستخدم اناليسيس سيرفيس في القالب لما انه انا مثلا يكون عندي مشكله بتاعت بيرفورمانس. فهو هي اتس نوت ريكومندد، يعني في بعض الاحيان في ناس مثلا هو ما تكون عنده مشكله بتاعت بيرفورمانس بيرفورمانس ايشوز ولا عايز يعمل مثلا سيلف سيرفيس، فبيقوم بيعمل لاير ثانيه. فهي انك انت كونك تعمل لاير في النص دي وانت فعليا ما محتاج لها، يعني بتاخر، يعني شويه بكون في عندك مشكله بتاعت زمن في الداتا. يعني مثلا الداتا تمشي مثلا من السورس جات الستيجنج، من الستيجنج وديتها للداتا وير هاوس، ثاني تقوم توديها لاير، فبتبقى الموضوع شويه يعني بكون فيه لفه. فدي الحاله الوحيده اللي انه انا بستخدم فيها الاناليسيس سيرفيس لما يكون عندي مشكله بتاعت بيرفورمانس. فبصراحه هي ممتازة جدا. ففي ناس كانوا بيستخدموا اللي هي الكيوبس، فحاليا الناس قاعدة تستخدم التابيولر موديل ما الكيوبس. ليه؟ لأنه التابيولر موديل هو إن ميموري تكنولوجي، يعني الداتا بتكون عندك محفوظة على مستوى الرام وليس على مستوى الديسك. يعني البرفورمانس بتاعه أول لما أنت مثلا ترسل من الباور بي آي للتابيولر موديل، الريسبونس بيكون عالي جدا يعني. ففي الغالب انه الناس هي زمانك زي ما قلنا كانوا في اثنين، في كيوب وفي تابيولر موديل. فحاليا الناس قاعد تستخدم التابيولر موديل لانه نفس الانجن اللي بيشغل الباور بي اي قاعد يشغل التابيولر موديل، حتى هو مسمينه تابيولر موديل. يعني انت مثلا لو فيكم واحد يشتغل باور بي اي، لو فتح مثلا في التاسك مانجر بيلقى انه الباور بي اي عامل جنريشن لاناليسيس سيرفيس. فدي كل الفكره من الاناليسيس سيرفيس. يعني اتمنى نكون انه قدرنا نجاوب. فغير احنا ما زي ناس دكتور يوسف ده، الناس يعني كلامه حلو ومنمخ كده، احنا ناس تكنيكال يعني كلامنا ممكن يكون ما مرتب. كلامك ده ذاته حلو يا معز، ها ثاني مشكله. ما هو كلام يعني، حتى انا في حاجات كثيره بكلامك ده انا شخصيا استفدت منها. يعني يعني في مصطلحات ورا كده انا ما شغال بها، او شغاله بتولز ثانيه ما على التولز حقتكم دي، فبحاول اربط يعني الكلام. فما شاء الله كلامك جميل جدا جدا وشاكر لك. الله يديك العافيه. في واحد اسمه حسن رافع يده، حسن احمد. طيب
انا بشوف الناس تسال يعني حتى لو الزمن ممكن نعمل ثاني سيشن ثاني افضل عشان ما نمشي والناس ما بعرفها. اجري ويز يو مدام الشباب قالوا ما عندهم مشكله تمام. طيب الان حسن يتفضل. معلش اسمي حسان. ايوه طيب كيف الحال يا شباب؟ مرحبا بك يا حسان. انا عندي سؤال صدى على الفرق بين التابلر والكيوب. حلو. طيب خلصت ولا خلاص ولا عندك ثاني سؤال؟ لا لا بس الفرق هم لازايه الفرق بيناتهم. هي في النهايه هي كلهم هم عباره عن SSAS فبس بيختلفوا شويه في التكنيك. يعني مثلا الكيوب ده انت مثلا انا عندي مثلا السيلز، عندي مثلا سيلز وعندي ماركتينج ومثلا عندي بعض الاشياء، فاي واحد بقوم ببني له كيوب تمام. وعندك الكيوب بيستخدم لانجويج اسمها MDL. عندك التابيولر موديل زي ما نحن قلنا هو عبارة عن إن ميموري تكنولوجي وبيستخدم اللانجويج اللي بيستخدمها هو الداكس. يعني نفس الداكس اللانجويج اللي أنت بتستخدمها في على مستوى الباور بي آي برضو بتستخدمها على مستوى الأناليسيس سيرفيس. فما في فرق بيناتهم كبير، يعني هم في النهاية هم عبارة عن سيمانتيك لاير، فهي انه بس بتختلف في التكنيك. يعني عمليه مثلا الميكانيزم مثلا بتاع الداتا، او مثلا هنا زي ما ابراهيم شرح لك هنا بتعمل سلايد اندايسنج للداتا والاشياء دي. فبرضه في الاناليسيس سيرفيس بتقدر تعمل الاشياء دي. فالفرق الكبير مثلا الميجر بيناتهم انه دي بتحفظ الداتا على مستوى الرام ودي هنا ما بتحفظ الداتا على مستوى الرام. كبيرفورمانس الافضل التابيولر موديل. لو ما في سؤال يا شباب عشان ابراهيم يواصل. ابراهيم ومعز ما في زورا فيديو ثاني صح يا مصطفى؟ ايوه الناس تواصل. طيب زي ما قلنا نحن الام اس بي اي تكون مبنيه على التولز اللي نحن هنستخدمها عندنا. فهنبدا من الاس كيو ال سيرفر. اذا معنا انا عندي اس كيو ال سيرفر عندي. طبعا انا عندي فيديو يعني صورته ببالك بس الزمن ما سعفني على اساس انه ارسله للناس، لكن اللي حابب انه اصلا يعني يمشي في الموضوع في انستليشن كامل يعني بالنسبه للاس كيو ال سيرفر فيجوال ستوديو داتا تول الباور بي اي وكده، فهرسله بعد المحاضره على اساس انه حتى في مفاهيم ممكن توضح للناس. طيب انا عندي مثلا الاس كيو ال سيرفر. طيب SQL Server هو كداتا بيز انجن عندي حاجه اسمها مانجمنت ستوديو، دي هي التول اللي انا بقدر فيها جي يو اي بقدر اتصل بها على الداتا بيز. طيب اول ما اعمل كونكت على الداتا بيز انا عندي ثلاث حاجات، يعني مثلا عندي داتا بيز انجن، عندي الاناليسيس سيرفيس، ريبورتنج سيرفيسز، وانتجريشن سيرفيس. اذا كل واحده منهم انا ممكن اعمل عليها كونكت. طيب في الداتا بيز دي هي الليجاسي داتا بيز اللي نحن متعودين عليها، فانا اذا دخلت على الداتا بيز حلقى انها مكونه من داتا بيز وفي مجموعه من العمليات موجوده في الداتا بيز. يعني حيكون عندي داتا بيز نيم، وداخل كل داتا بيز حيكون عندي مجموعه من التيبلز اللي هم موجوده عندي مبنيه على المستوى الداتا بيز الطبيعي او العادي اللي هو الاي ار موديل. طيب داخل الداتابيس في حاجات كثيرة، أبسط حاجة إنه أنا في النهاية أتليس يعني أكون بقدر أعرف إنه أنا كيف أنشئ تيبل وأبدأ أكون عارف الداتا تايب اللي موجودة وكيف إنه أعمل مانيبوليشن للتيبلز إنه أقدر أدخل عليها بيانات أبديت إنسير ديليت وأقدر أعمل سيلكت للبيانات اللي أنا محتاجها على أساس إنه ريتريف الإنفورميشن اللي أنا خزنتها أصلا وبنيتها. طيب داخل الداتابيس في مفاهيم كثيره، كل ما الواحد كان يعني انا بشوف دائما كل ما الواحد كان قوي في الاس كيو ال ممكن تختصر عليه حاجات كثيره جدا جدا ممكن اعمل. يعني حتى اذا جينا في موضوع بعد شويه الانتجريشن والترانسفورميشن كده في حاجات انا ممكن اجهزها من اصلا من على مستوى الداتابيس ويسهل عليه عمليه الاي تي ال بطريقه يعني مختلفه. طبعا في حاجات مثلا مفاهيم في الستور بروسيدر في الفانكشنز دي كلها حاجات المفروض الواحد يعني يكون عنده معرفه عنها اتليست انها هي تكون بيزك يعني كده. طيب عندنا حاجه ثانيه اسمها الاس كيو ال سيرفر ايجنت، دي حنستخدمها الليله اللي هي دي حنعمل بيها جوب
عشان الجوب دي هي تعمل اوتوميشن لاين، لانه انا في النهايه اذا عملت اي تي ال باكيت انا عايز الاي تي ال باكيت دي تنفذ يوميا، لانه احنا قلنا قاعد نعمل باتش ابديت، يعني بناخذ كل يوم مثلا الساعه 12 صباحا بناخذ كل بيانات اليوم السابق بنعمل لها لود للداتا ويرهاوس ونطبق على نفس اللوجيك. فاذا خلاص انا اقدر اصل لمرحله انه يكون عندي اوتوميشن، اوتوميشن حعمله بالاس كيو ال سيرفر ايجنت. طيب نفس الحكايه الانتجريشن سيرفيسز هي عندها كتالوج موجود داخل الداتابيس بيسموها الاس اس اي اس دي بي، هي دي موجوده داخل الاس كيو ال داتابيس انجن. طيب عندي ثاني حاجه اللي هي الانتجريشن سيرفيسز. طيب حتى لو لاحظنا الاشكال الداتابيس هي عامله شكل الاسطواني اللي موجود كده، فانا متصل على داتابيس الانتجريشن سيرفيس بيكون فيها عبارة عن باكيجز أو بروجكتس معينة، يعني في حاجة اسمها الـ NSDB بيكون عندي الباكيج المحدد اللي أنا مستخدمه. طيب في العادة كده الناس يعني مثلا كل واحد بيكون عنده طريقة على أساس إنه يعمل ديبلوي للباكيجز اللي موجودة. بصورة سريعة حنجي مارين على الموضوع ده كده. طيب الحاجة الثالثة هي الأناليسيس سيرفيسز. الأناليسيس سيرفيس حلقة أنا عندي داتابيس وعندي مانجمنت معين. طيب في الداتابيسز اللي موجودة كله داتابيس فيها connection string معين هي متصلة ب tables معينة أو واحد من التابل أساس إنه أعمل له load لل analysis services، وبعدها خلاص أنا لما نجي أتصل على مستوى reporting tool حستخدم ال analysis services. الroles دي بالنسبة لي بيكون عنده مجموعة طبعا أكيد من التابلز اللي أنا استخدمتها عندي في ببني عليها الموديل المحدد أساس إنه تكون للتحليل. يكون عندي مجموعة من الرولز، الرولز دي اللي أنا الناس اللي عندهم صلاحية عشان يعملوا أكسس للأناليسيس سيرفيس. في بيئات مثلا ممكن يكون شغالين بالأكتيف دايركتوري فيستخدم مثلا الأكتيف دايركتوري يوزر أساس إنه يسمح لليوزر المحدد إنه يكون عنده أكسس على الأناليسيس سيرفيسز، فإذا اتصل عليها من أي ريبورتينج تول أو استخدم المانجمنت ستوديو يقدر يتصل عليها. طيب إذا باختصار كده إحنا عندنا الـ Database Engine أو SQL Server Database Analysis Service Integration Service. طيب إذا معناه أنا حتى مبدئياً حد لازم أول حاجة يكون عندي Database SQL أنزله واتصل على الداتابيس، وبعدها مفروض يكون عندي تول عشان أعمل بها Development للباكيز اللي أنا بتكلم عنها وال ETL وشنو كده. طيب في الحالة اللي هنستخدم حاجة اسمها Visual Studio، هنستخدم الكوميونيتي فيرجن لأنها هي مجانية. بالنسبة لل SQL Server برضه هنستخدم ال Developer Edition. أنا بالنسبة لي كله مستخدم 2019 على أساس إنه السيل كله مستيبل وفي ما في مشاكل لحد الآن عليه ممكن. طيب بالنسبة للفيجوال ستوديو في إكستنشنز معينة أنا بنزلها، اللي هي بنزل من الإكستنشنز اللي موجود بنزل الإنتجريشن سيرفيسز والأناليسيس سيرفيسز. يعني هو الفيجوال ستوديو ممكن في ناس بيستخدموه مثلا على أساس إنه يعملوا توب نت ديفلوبمنت أو كده، لازم انا لما نجي انزل فيديو للستوديو في داتا تول معينه انا هنزلها وحتوضح للناس زي ما قلنا في الفيديو اللي انا هشير ان شاء الله بعد النهايه. طيب باختصار لما انا اجي اكون في الانتجريشن سيرفيسز انا هختار بروجكت، يعني لما اجي اعمل نيو بس هنا اساس انه نوري الناس الطريقه من البدايه انه انا حيكون عندي بروجكت، في البروجكت ده انا هقول انا عايز اناليسيس سيرفيسز. بما انه نحن بنتكلم عن التابلر وانا ذكرت انه حاليا اللي عندي انا تابلر فانا هختار نيكست، بعدين كسمي اسم البروجكت المعين وحيكون البروجكت داخل سوليوشن محدد وكرييت للبروجكت. طيب حيكون عندي سيرفر لازم اتصل بويب بليس محدد انا مستخدمه اللي هي عمل تيست كونكشن للاس كيو ال سيرفر اللي عندي انا لوكال، وهستخدم الاناليسيس سيرفيسز 15.0. طيب ده البروجكت الثاني. طيب بنفس الحكايه لو انا عايز اضيف على نفس البروجكت عايز اضيف عليه انتجريشن سيرفيس هختار على انتجريشن سيرفيس بروجكت، هاخد اسم للبروجكت المحدد وهيفتح لي برضه قائمة موجودة فيها اللي. طيب بالنسبة لي أنا الـ ETL باكيت دي بتتكون من شنو؟ أو الـ Visual Studio
الانتجريشن سيرفيس تتكون من سوليوشن. السوليوشن ده داخله مجموعه من البروجكت. البروجكت دي فيها باكجز، كل باكج بيكون عندها مهمه ومجموعه من المهام انا بحددها بناء على البرفورمانس اللي موجود. يعني ممكن مثلا كل تيبل يكون عندي باكج واحد، كل التيبل ممكن داخل الباكج يكون عندي اكثر من تيبل، الموضوع ده حيكون بعدين برفورمانس وايز. طيب قلنا الانتجريشن سيرفيس عنده سوليوشن داخل السوليوشن بروجكت او مجموعه من البروجكتس، داخل البروجكت في باكجز. اذا معناه انا اللو ليفل اللي انا هستخدم عليه اسمه SSIS باكجز، وهي عباره في الداخليه هي عباره عن XML file، لكن احنا ما هنهتم بكده. طيب بشكل عام هي عباره زي ما قلنا، احنا عندنا extract transform load، دي الثلاثه مهام اللي موجوده. طيب بتكون عندي بتكون من تابس. اذا جينا شفنا التابس اللي هنا انا امر عليها او جزء منها سريع، اللي هنا عندي كنترول فلو داتا فلو وعندي بارامترز مثلا. طيب الكنترول فلو هي عباره عن نون اي تي ال اكتيفيتيز، يعني انا باخذ تاسك معين انه انا دار اعمل شنو اصلا، هل انا دار انقل الداتا، هل دار اعمل اكسكيوت لاس كيو ال كوماند، عايز اعمل بروسيس مثلا لاناليسيس سيرفيس او كيوب، دار اعمل بالك انسير، دار اعمل داتا بروفايلنج لداتا معينه على اساس انه اشوف شكل الداتا اللي موجود واقدر احدد مثلا النلص اللي موجوده فيها، اقدر اختار البيزنس كيس والكانديديت كيس وهكذا. في مجموعه كبيره جدا من التاس، ممكن يكون مثلا كونتينرز، انه انا يكون عندي لوب معينه على اساس انه تلوب لمجموعه من الفايلز داخل ملف واحد، بدل انا اختار يعني باكج لكل ملف خلاص ارميهم كلهم في باكج واحده في فولدر واحد ويعمل لوبينج على كل اللي موجود. ممكن يكون عندي سيكونس، اذا معناه انا هنا بس بحدد الفلو بتاع الداتا من غير ما يكون عندي اي عمليات. طيب باختصار جدا انا مثلا دار اعمل داتا فلو تاسك، هختار الداتا فلو تاسك. اول ما اضغط على الداتا فلو تاسك حيوديني على الكنترول فلو، اسف، اول ما اضغط على الكنترول فلو تاسك تلقائيا حيوديني للداتا فلو. الداتا فلو باختصار عندي سورس ترانسفورم ديستنيشن. طيب مثلا السورسز عندي مجموعه من السورسز اللي بدعمها، مثلا استخدم ال AD.NET ال CDC سورس، اكسل سورس، بلات فايل، او ال دي بي، اكس ام ال سورس. طيب فنفترض انه انا عندي داتا موجوده على فلات فايل اللي هو سي اس في عادي، اذا السورس بالنسبه لي فلات فايل. ديستنيشن مثلا دار امشي على ال او ال دي بي، ديستنيشن عندي داتا بيس. طيب انا عندي مشروع جاهز بس انا حبيت امشي بالخطوات دي عشان الناس تفهم يعني الشكل العام. طيب لما يكون عندي فايل، الفايل ده انا لازم اعرف، عندي حاجه اسمها كونكشن مانجر، فانا هعرف الفايل ده هو بما انه فايل معناها عنده باث معين انا لازم اجيبه، فانا هانشئ كونكشن مانجر اسميه مثلا سي اس بي، واي ديسكريبشن، واشوف مكان الفايل ده موجود وين. طيب الفايل ده هو موجود على سطح المكتب، هو اللي اختاره، هيديني الباث اللي موجود عليه الفايل. طيب الفايل ده هو الفورمات بتاعه انه delimited by comma، يعني بين كل بعد كل كوما بيكون هو ده كولم جديد موجود، وانا هستخدم الفيرست رو. طيب عشان نشوف الفايل ده قبل ما نسيب هنا ناخذ الديسكتوب. طيب ده الفايل باختصار، فيه اي دي، نيم، ديبارتمنت نيم، ناشوناليتي، سالري، فيه ثلاثه موظفين، بياناته موجوده. طيب اول ما خلاص اجي اشوف الكولومز اللي موجوده تلقائيا حيديني مجموعه القيم اللي موجوده عندي، وفي ما حمشي في الفيتشرز اللي انا هستخدمهم بس حمشي باختصار. طيب اول ما ضغطت على كده انا خلاص بالنسبه لي السورس بقى جاهز. طيب اجي اشوف الديستنيشن، الديستنيشن انا هستخدم كونكشن مانجر للداتابيز هو او ال دي بي. طيب فانا هختار من الداتابيز اللي موجوده عندي هنا مثلا سميها تيست، موجودة 1 2 3. طيب التست دي انا حانشئ فيها تيبل اي دي، اي دي مثلا انتجر، نيم على نفس الكولومز اللي موجودة هنا مثلا امباركار 50، ديبارتمنت نيم، نعم.
طيب nationality طيب بعدها السلري طيب السلري مثلا انا هختاره هنا من الداتا تايب هختاره مان كده انا خلاص التيبل هو جاهز هسميه AMP طيب بقى عندي خلاص انا تيبل موجود اذا دخلت على التيبل ده حاجة انه ما فيه اي بيانات موجودة خلاص انا كده حاجة اعرف التيبل اختار السيرفر طيب هاجي اختار التيبل اللي هي test 1 2 3 test connection succeeded اوكي تمام خلاص هاجي اختار التيبل اللي موجود طيب قالوا لازم انا اعمل مابينج بين السورس والديستنيشن هاجي خلاص المابينج هو drag and drop هيا اشوف الديستنيشن اللي موجودة عندي خلاص اعمل مابينج تلقائيا لانه كان استخدمت نفس الكولم نيم خلاص تلقائيا هو عمل مابينج للداتا اللي موجودة طيب لاحظ انه انا بيكون عندي خطأ الخطأ ده انه قال لك not compared between unicode and non-unicode اذا معناه انا لما اخذ الداتا من CSV file او flat file على الداتابيز بواجه مشكلة طيب المشكلة دي انا هحلها كيف هنا اتوجد الترانسفورميشن اللي احنا نتكلم عنه طيب خلاص انا هقوم الغي ده هنا كده ولازم اعمل ترانسفورميشن في النص طيب في الترانسفورميشن عندي داتا كونفرجن انا المفروض احول البيانات من شكل لشكل يعني مثلا فانا هستخدم داتا كونفرجن هنا طيب هختار انه الكولوم اللي موجود هو نيم بما انه انا هو الداتا تايب عندي string sddr انا هغير الداتا تايب هتكون ل wsttr طبعا موضوع الداتا تايب ده انا قاعد يكون عندي يعني زي ما نقول عليه شنو زي جدول جاهز كده على اساس انه يعني اطلع من مشاكل هنا بين اسك طيب نفس الحكايه اذا النيم انا هديه اسم جديد الكولوم مثلا نسميه data transformation name مثلا طيب نفس الحكايه لل department هخليه unicode نفس الحكايه لل nationality تكون unicode بيجي ناشونال طيب خلاص حاجي بعد ده اختار شنو انه انا في المابينج هغير فده كان نيم هيبقى الاسم الجديد داتا ترانسفورم نيم بعدين كل الديبارتمنت بعدين كل الناشوناليتي طيب نسبيا اداني انه خلاص انا كده عملت خلاص عملت باكج الباكج دي حاجه انفذها ممكن يكون في ايرور فيها نجي انفذ الباكج بشكلها المحدد خلاص كده انا عندي سورس Transformation, Destination. طيب لقيت مشكلة المشاكل دائما بتتعرض في شكل من الأشكال في البروجريس اللي بيكون موجود. حاجة أشوف إنه أنا الكولوم اللي عامل لي مشكلة شنو هو. طيب أنا صراحة أنا شايف الإيرور هناخد الإيرور المفروض يعني في فلات فايل وناخده. بس هنرجع لحاجة بسيطة قبل ما نحل الإيرور. لشكل البيانات اللي اصلا احنا ماخدينها من السورس فانا حاجه اخذ في الفلات فايل اذا جيت انا عملت ريفيو حاجه القى انه السالري هنا فاضي حقه فاضي لا هو نل على اساس انه انا اقدر اتعامل معاه ولا انه صفر على اساس انه يكون قيمه يعني عنده قيمه فاذا معانا المفروض احل المشكله دي هنا فقال لي خلاص انا ممكن استخدم الريتيرن نل فاليوز اللي هي فروم سورس از نل اجي انفذ للمره الثانيه اشوف هل هحصل على ايرور ولا لا خلاص كده بقت مظبوطه امشي ادخل على التيبل اللي موجود اللي انا قبالي كان فاضي اذا ضغطت على التيبل حلقة خلاص انا اخذت القيمه اللي موجوده في الفايل ونزلت عندي كده
طيب الترانسفورميشن اللي انا بتكلم عنها خلاص انتهت على كده؟ لا، في اشكال كثيره جدا للترانسفورميشن. مثلا النول ده انا لو جيت استخدم السيلولر اعمل صم للسيلولري حواجه مشكله. طب بما انه انا حواجه مشكله في الموضوع ده المفروض اعمل شنو؟ احل النول دي مثلا بانه انا بعمل تجميع محتاج لصفر مثلا. طيب اذا خلاص انا معناه المفروض اعمل ريبليس للنول في شكل من الاشكال. حاجه اوقف خلاص. من هنا قالوا في حاجه اسمها درايف كولومز. الدرايف كولومز دي هي اللي شنو انا بقدر احل بيها المشكله دي. اذا معناها قبل ما تمشي عندي هنا خلاص هي انزل الدرايف كولوم. طيب الحقل اللي انا مستخدمه هو قلنا عباره عن السلري. طيب فاخذ السلري عندي هنا. طيب انا المفروض اعمل اكسبريشن عشان اعمل لي ريبليسمنت. طيب حاجة ألقى في مجموعة من الفانكشنز موجودة مثلا ماثماتيكال الأوردينري ماثماتيكال فانكشنز مثلا الفور اللين اللوغاريتم الباور في string function بقدر أعمل مثلا trim بقدر أعمل lower upper case lower case وهكذا. حال إنه النول موجودة وفي التاسك أو الكاس عشان إنه أغير بين الداتا تايبس اللي موجودة وفي الأوبريتورز الأوردينري أوبريتورز. طيب فأنا عايز أحلها بنول. طيب في فانكشن قالوا أصلا جاهزة اسمها replace null. طيب فانا خلاص هنزل الفانكشن دي هنا. الفانكشن دي عندها اكسبريشن الاول اللي هو الكولوم اللي انا مستخدمه. طيب فانا خلاص هقول سالري ريبليس مثلا زير. اوكي تمام كده خلاص. وانا هسميه انه دي تي سالري. بس طوالي هغير في المابنج عندي في الديستنيشن بدل ما كان الكولوم سيلر هيبقى انه هو دي دي سيلر. خلاص اجي امسح من ترانك. طيب سيلكت اول من التيبل. حاليا التيبل ما فيه اي بيانات. خلاص انا من هنا حاجة اختار ممكن نشوف البيانات اللي موجوده عندي سيلكت اول. حاجه عندي خلاص انه عمل لي ريبليس للنل بزيرو. فبشكل من الاشكال انا ماخذ الموضوع بابسط طريقه ممكنه على اساس انه خلاص انا كده عندي باكج والباكج دي كده انا عامل ترانسفورميشن وانا انشات اي تي ار. بغض النظر عن هي دي البيست براكتس ولا لا، خلاص انا عندي باكج حاليا كده. الباكج دي اول ما هي بقت خلاص مظبوطه كده وشفت في البروجريس بتاع انه التايم اللي بتستخدمه كويس، ممكن اجي اعمل بعد ذاك اذا كانت كميه البيانات كبيره اشوف البرفورمانس كيف انا هحسن. لكن خلاص انا عندي بحال من الاحوال عندي داتا فلو تاسك وفي باكج والباكج شغال اوكي. خلاص اول ما خلصت الباكج دي مثلا اجي ادي اي اسم سميها تيست. الباكج دي جاهزه لحاله بالك ان احنا قلنا انه هي جاهزه لانه انا اعمل لها ديبلويمنت على السيرفر، لانه انا ما في كل مره حاجه ادخل على الديفلوبمنت تول واعمل رن او. طيب اول ما خلاص الباكج بقت جاهزه انا هختار على البروجكت بتاعي اعمل له بيلد. طيب بعدها ديبلوي. طيب ديبلوي بيسهل لي ويزر. الويزر ده بيوديني للاناليسيس سيرفيس اللي انا اصلا الانتجريشن سيرفيس اللي اصلا موجوده. فانا هستخدم الاي اس اس اي اس لانه شغال اون بريمسز. لو كان على ايجر بيسمى حاجه اسمها ايجر داتا فاكتوري اي دي اف. طيب سوري هختار السيرفر بتاعي اتصل على السيرفر هيقوم يفتح لي حاجة اسمها الـ SSISDB. طيب أنا هعمل فولدر جديد سميه تيست. كده خلاص أنا بقى عندي الباكج أعمل لها ديبلوي وبقت جاهزة عندي. كده همشي على الـ SSISDB وأشوف الباكج هل موجود ولا لا. طيب زي ما قلنا هنمشي على الكاتالوج. هنمشي البروجكت اسمها انتجريشن سيرفيسز باكج. حلقة الباكج الباكج دي هعمل لها اكسكيوت عشان اشوف انها هتنفذ ولا لا. اوكي
طيب كده الباكج خلاص اكسكيوتد، بعدها هقوم اعمل لها جدول انها هتكون كجوب سنتنفذ مثلا كل دقيقه كل ساعه كل يوم وهكذا. طيب خليها كل 3 دقائق وامشي اعمل ابديتس على التيبلز، اضيف نيو ريكورد وشوف عشان كيف العمليه. تمام تمام. طيب خلاص هناخد الستيب مثلا، بما ان هي جوب واحده هتكون يعني ستيب واحده بس. هي عبارة عن شنو؟ Integration Services Package. هتنفذ كده Catalog بس. تمام طيب. بعدك Schedule. طيب هنخليها Daily مثلا، كل Minute كل 3 دقائق. أوكي طيب، عمل ستارت للجوب نشوفها. طيب طيب ما حنقعد ندخل هنا ونشوف الحالة موجودة فيها، عندنا جوب جاهزة أصلا موجودة عشان إنه ما نضيع الزمن فينا إحنا نشوف الايرور هسه. طيب عندنا جوب موجود اصلا قاعد تنفذ، انا ببالك عملت يمكن من ال كان الساعه الزمن عندي انا مضروب شويه، هي عملتها من الساعه 9 فهي حاليا قاعد تنفذ كل مره. الباكي دي بتاخد لي من فايل، ممكن نمشي على ال قفل ده. ايوه طيب عندنا باكج مثلا فيها عدد اكبر من التابلز اللي موجوده، هي بتعمل كرييت للداتابيس، ودي نفس الباكج اللي حاليا هي قاعد تنفذ في التاسك المحدد. ما عارف انا مثلا بفكر انه نوقف هنا ونواصل السيشن الجاي او ناخذ اسئله، بشوف راي الناس كيف. اذا الناس ما عندها مشكله انه نواصل ممكن نواصل تاني كده نص ساعة بس، لأنه بكرة أحد ومعظم الناس ممكن يكونوا شغالين بدري. والله باشمهندس شوف، لا يعني حاجة لحد الساعة 12 نحاول يعني مثلا لحد 12 إلا 3 نفتح المجال للأسئلة ونكمل على أساس إنه الساعة دي تكون الأسئلة، ونكمل تاني سيشن الأسبوع الجاي مثلا. طيب ممتاز ما في مشكلة. طيب شكل الباكج بيبدأ عندي زي ما بنقول شنو، إنه بيبدأ يكبر شوية شوية. أنا خلاص ممكن حتى creating للداتابيز والسكيما بيكون عندي SQL task، يعني في المرة دي أنا استخدمت SQL task. ال SQL task باختصار هو أنا بعرف السيرفر اللي أنا عايز أنفذ عليه، وبيكون عندي كويري عادية كده أنا بنفذها، مثلا لكرييت للداتابيز أو كرييت للتيبل أو كرييت للسكيما اللي موجودة كده. طيب بعد ما خلاص أنا جهزت الداتابيز أو الداتا وير هاوس تيبلز اللي هي موجودة هنا، بعدها بيكون عندي خلاص التيبلز اللي موجودة. طيب في الحالة دي أنا عندي أربع ملفات بتاعت إكسل اللي هي بتنتج البرودكت، البيبل او اللي هو الامبلويز، الاوردرز والريفيوز اللي موجوده عندي. اذا جينا دخلنا على البرودكت نلقى انه البرودكت هي عباره عن يعني من اكسل فايل، اذا عملنا بريفيو حنلقى انه دي مجموعه من البرودكتس اللي موجوده. انا شايف استاذ يوسف زي اللي رفع يده او حاجه كده. انا معليش المقاطعه والله، ابراهيم كان قال موضوع يوقف وما يوقف، لكن انا عندي اقتراح بسيط والله يا ابراهيم كده بعد اذن الشباب ونشوف الناس بيقولوا شنو. هسه انا شايفه انه الحاجات جاهزه.
فالأنا شايفه لو يعني تفضل إبراهيم والناس اتفقوا نأجل خليها للأسبوع الجاي وإبراهيم يجينا بسيناريو لأنه ضيعنا زمن في كلام السيوري الكثير يجينا بسيناريو معين ويكون مثلا السيناريو مثلا داري يعمل داتا مارت حاجة معينة والإنتجريشن بتاعتها والحاجات دي الداتا تكون بس في تيبل التيبل قاعد في سيكول سيفر لو كانوا 4 لو كانوا 5 ودينا طبير السورس بتاعنا يوديها لنا الستيج تمام مثلا او يوديها لنا داتا وير هاوس يديزاين الباكج قدام الناس كله عشان الناس تشوفه ويرينا قدام الناس يعني خطوه بخطوه انا شايف دي بتكون يوسفول اكثر لانه هسه يعني مهما كان الناس كونوا يشوف حاجه شغاله ما يعني ما زي لما تتعامل قدامهم فانا ده رايي غايته وعادي يعني الناس لو دار تواصل كده تواصل ده رايي ونشوف الناس بتقول شنو وابراهيم بيقول شنو والجماعه كلها تمام انا ما عندي مشكله بالعكس هو ده يعني ده البيست براكتس وانه اصلا يكون في ايرورز وانه تعالجها انا بعتقد انه الفائده بتكون اكبر يعني من انه باكج جاهزه فعلا يعني حقيقه كده انا بس خفت لانه انا جريت الناس بالسيوري في الاول فزمن يكون طيب لكن ما مشكله بالعكس مقترح جميل جدا ما في اي مشكله ان شاء الله اذا باقي الناس ايدت وخلاص ممكن نبدا ناخذ اسئله على الجزئيه اللي اشتغلناها كده أو ممكن بس حتى نمر بصورة سريعة كده بعشر دقائق على شكل توس كامل كده الحاجات الجاهزة يكون عندنا سيناريو الأسبوع الجاي إن شاء الله عشان نكون خلاص غطينا إنه شكل التول كامل لحد ما نصل Power BI أنا والله ده بشوفه وغايته تاني برجع أعيد بأمن على كلامي بشوفه ده الحاجة اللي ممكن تكون very useful very interesting الناس لما تكون شايف الحاجة قدامها بيحصل لها development بتكون جميلة يعني لأنه عادي الناس بتشوف يعني لما تشوف الحاجة مكتملة كده قدامك ما زي لما يعملوا عليك قدام عينك فبتكون أحسن بتكون interesting وكده وخلينا نتفق من نفسها إبراهيم يعني حتى عشان ما نشر الموضوع يكون مشروع خليها زي 5 جداول 5 جداول دي أو 6 طلع منها فاكت واحد ويستار سكيما يكونوا 3 أو 4 دايمينشن ونجي نديفلوب الباكج قدامهم وكيف نعبي الفاق قدامهم ونعمل لها ديبلوي قدامه عديل ديبلوي قدام بعد نعمل لها ديبلوي تكون مجهز مثلا الكالكوليشن في البور بهاي جاهزه وانت اصلا بتكون جربت يعني عملت عليه خلينا نقول يعني قبل ما تجي تعمل لي انا بتكون عملت وجهزت الكالكوليشن وعملت تيست بعد ذاك تجي تكونكت على الداتابيز اللي هي الفيد داتا وير هاوس الجديده والناس تشوف الكالكوليشن قدامهم او تشوف الداشبورد ده بكون صراحه فيري انترستنج انا شايف ايوه دكتور يوسف والشباب يعني معظمهم في الشات امنوا على كلامك كلام باشمهندس ابراهيم فالان يعني لو عندك نقطه مثلا يا باشمهندس ابراهيم دار تكملها او دار تفتح الاسئله فزي ما بيقولوا المايك عندك تمام خلاص ممكن ناخذ اسئله وان شاء الله الاسبوع الجاي نواصل بنفس الكلام اللي اتفقنا ان شاء الله إن شاء الله أفضل أخ عمر عمر العقيد ممكن تفتح المايك السلام عليكم باشمهندس إبراهيم عليكم السلام ورحمة الله ما شاء الله المحاضرة ممتازة والشرح كان مرتب جدا بس أنا عندي سؤال بسيط كده دايركت تتكلم عن الـ incremental load الأنواع بتاعته يعني المستخدمة ولو قدرت المحاضرة الجاية عملت لنا مثال كده يعني مثلا CDC أو أي واحد من الطرق المستخدمة في الانكريمنتال لود طيب تمام طيب في الانكريمنتال لود أنا عندي CDC هي الجين داتا كابتشر اللي هنا بعمل كابتشرين للتشنجز اللي بتحصل على الداتا اللي موجودة بنستخدم ال SCD عندها مجموعة من الطيب اللي هي slowly changing dimension في إنه أنا بحفظ على incremental load بالنسبة للdimension اللي موجود على أساس إنه ما في كل مرة أنا أخذ البيانات كلها يعني نفترض أنا عندي 3 مليون row فما في داعي أنا في كل مرة أجي أخذ 3 مليون row أنا أخذ الrows اللي حصل عليها update بس بشكل من الأشكال طيب في حالة الـ SCD type 2 هي عند SCD عندها مجموعة من types اللي هي في type الأول إنه أنا بعمل بس type 0 أنا بأخذ replace للداتا يعني الداتا الجديدة هي بتعمل update للـ column الموجود فإذا أنا عدد الروز وعدد الـ column هو ثابت ما هيتغير صار عندي update طيب عندي الـ type 1
بيكون عندي بيحصل لا سوري التايب 0 باخذ البيانات زي ما هي، التايب 1 بيكون عندي ابديت على الكولوم على الرو المحدده اللي حصل عليه هو ابديت، التايب 2 بحتفظ بالهيستوريكال داتا اللي هو انا بضيف كولومز جديده، الكولومز الجديده دي مينتين التايم، يعني انا حيكون عندي مثلا 3 كولوم بختار الموديفايد ديت الاند ديت او الستارت ديت للباكج المحدده، لما اجي انشئ القيمه بيكون عندي اكثر من نسخه لنفس الريكورد، يعني مثلا نفترض انا مثلا بعد مثلا غيرت بعد شهر الراتب بتاع الموظف باي سبب من الاسباب، فتره التجربه نجح فيها انا في الشهر خلاص اخذته فغيرت المرتب بتاعه، فاذا غيرت المرتب اذا انا استخدمت تايب 2 بقدر احتفظ بالريكورد الاول والثاني، بس الريكورد القديم بيكون عنده ان تايم، يعني انا بقول عليه انه حصل عليه ان تايم خلاص، حتى لما اجي اعمل كويري بعدين على الداتا على اساس انه لود للداتا النهائيه انا حاقول له يا اخي ويا الاند ديت از نوت از نل، يعني كده انه ما عنده اند ديت فهو معناه ده اخر ريكورد. في تايب 3 وتايب 4 وتايب 6 على حسب، يعني مثلا بيكون ممكن يكون عندي 2 كولوم على اساس انه منتين التشنج اللي بيكون موجود، يعني ده في تايب 3 وهكذا. اتمنى انها تكون وضحت ومعازي. انا عندي بعض الاضافه، احنا عندنا موضوع انت يا عمر برضو صححني، عندنا موضوع الريفريشنج للداتا من السورس للداتا وير هاوس هي 3 تايب، عندك التايب الاول فول لود، عندك انكريمنتال لود، عندك سي دي سي. الفرق بيناتهم لما نقول فول لود ات مينز انه انا مثلا اخذت مثلا التيبلز مثلا فيه مليون ريكورد اخذته زي ما هو من السورس للديستنيشن، لما تجي العمليه بتاعه الريفريش بقوم بتحصل ترانكيت انسيرت، ده الفول لود. عندي مثلا النوع الثاني الانكريمنتال لود، مثلا انا عندي مليون ريكورد والعمليه بتاعت الريفرش بتاعت الداتا كل 10 دقائق، مثلا في العشر دقائق دي زادت او حصل تغيير 5000 ريكورد، فانا ما بجي مثلا في الداتا وير هاوس باخذ مليون وخمسة ريكورد، بأخذ الخمسة ألف ريكورد فقط الحصل عليهم تشينج. أما عندي النوع الثالث اللي هو السي دي سي، دي هي لايف، يعني أي أكشن بيحصل في اللوك فايل على مستوى الداتابيس بريفليك طوال عندي في الداتا وير هاوس. فمعنى الكلام إنه أنا عندي الميكانيزم بتاع ريفريش للداتا من السورس للديستنيشن هو 3 أنواع، فول لود، إنكريمنتال لود، سي دي سي. أنا برضو أكمل على كلام الشباب وتكمل على إجابة عمر. الإنكريمنتال لود سي إبراهيم يتكلم عن الستوري تشينج دايمنشن، ده بخصوص الدايمنشن، لكن بصورة عامة جنرالي مثلا لما نجي للفاكت الإنكريمنتال لود برضو في نقطة قالها معاز، دايما هم الناس بتشتغل بتو تكنيكس، يعني دي المتعارف عليها اللي هي سي دي سي، وده يعني مثلا زي سيكوال سيرفر بنقدر نينيبل السي دي سي، لكن مرات تكون شغال على داتابيز ما فيها سي دي سي أو ما يعني ما عندهم سي دي سي، طيب انت عشان تكابشر التشينج الجديد بتعمل شنو؟ فبالتالي في الحاله دي المفروض يكون في السورس يكون في ديت كولم، ديت تايم ستامب كولم، فاكيد الموضوع حيكون بروجراماتيكالي، انت حشيل الداتا بصوره بسيطه، يعني انا كله لما اعمل لود عملت لود لسه بشيل الداتا بالماكسيمم تايم ستامب الموجود، التايم ستامب اللي موجود في كولم معين، يعني لازم اضيف كولم في التيبل نفسه تمام، اسميه موديفايد داتا واي حاجه، التيبل ده اي ريكورد بيدخل بغض النظر عنه لو كان بسير انسيرت او ابديت او يعني اي نوع، لو كان انسيرت او ابديت بس بيدخل لي في جنب الريكورد ده تايم ستامب، يعني الكرنت تايم ستامب، انا بستخدم الريكورد ده عشان اعمل الانكريمنت، لو زي ما قلت لك لما الود اول مره تمام بشيل الماكسيمم بتاع الديت ده بخزنه عندي مثلا في الاس اس اي ذاته نفسها، بعرف ليه متغير وبخزنه عندي، المره الجايه لما اجي ارين بشيل الديت الاكبر من الديت ده، فدي الاثنين، يا اما تستخدم سي دي سي، سي دي سي بيحل لك مشاكل كثيره تمام، لو ما في سي دي سي بتحتاج لي ديت كولم، ديت تايم كولم يكون موجود في السورس تيبل اللي انت عايز تكابشر منه الداتا انكريمنتالي، لو دي الاثنين ما عندك حل غير تمشي شنو تمشي لل يعني لو كان فاك تيبل ما عندك حل غير تمشي للفول لود، لكن عاده في الديزاين انت بتطلب الحاجات دي، لو في سي دي سي خير وبركه، لو ما يضيف لك كولم جديد عشان تقدر تكابشر الانكريمنتال لود، لو في زول عنده حاجه ثانيه دار يضيفها يضيفها طبعا.
تاني في زول عنده سؤال يا شباب؟ الناس صنط. نبراس عندك سؤال ولا يدك دي من جبير رافع؟ نبراس اتفضل. لا بس سؤال بسيط في الجزئية بتاعت التايم ستام دي. طيب هل في امكانيه ثانيه اعرف فيها الريكورد ده يعني ابديتد ولا ما ابديتد، بحيث انه اضيف لي كولوم جديد يكون فيه بوليان فاليو مثلا تشيك انه if it is update يعني ياخذ قيمه true else ياخذ قيمه false. دي طريقه برضو ولا لا؟ هو طبعا يعني براس احنا لما قلنا كابشر تشينج، انت التشينج اللي هو يا انسرت يا ابديت، تمام؟ فانت هنا لو اتعملت فلاج it mean nothing، يعني لو عملت فلاج ما بيفيدك. لا انا عايز اخذ الحاجه اللي تغيرت، انا عايز زمن، لانه انا لما اقول incremental انا اخذ الحاجه اللي تغيرت بعد ما شلت في الزمن اللي انا شلت فيه، يعني بعد الزمن اللي شلت فيه اول مره. فاذا الحاجه اللي بتفيدني هنا او اللي بتفيد في حاجاتي دي اللي هي السي دي اللي هو التايم ستامب كولم ديت تايم او تسمي تايم ستامب او ديت تايم كولم، ده اللي بيساعدك. لكن الفلاج بيساعدك في شو؟ يعني ما اظن يساعدك في اي حاجه. انت عايز تشيل التشينج كله، لو كان انسيرت لو كان ابديت، عايز تشيل اي حاجه حصلت بعد ما انت لوت البيانات. فاذا الحاجه الوحيده اللي بتعينك هي الزمن، زمن ادخال الحاجه. وممكن يا دكتور الفلاج اللي قالوا نبراز ده يفيد مثلا على مستوى الدايمنشن ما على مستوى الفاكت، يعني مثلا انا لو عايز اعرف مثلا في حاجه في الفاكت مثلا قاعد يتغير انه انا اخذت له مثلا ستيتس او فلاج، لكن في الفاكت ما له اي معنى. ايوه، لانه احنا لما اي ما احنا لما انا اقول انكريمنتال، لما اقول انكريمنتال معناه انا عايز اشيل التغيير الكامل بغض النظر عن التغيير نوعه شنو، صح؟ اي شيء يتغير انا عايز اشيله، تمام؟ فاذا الحل الوحيد في الموضوع يا هو الزمن، يعني تمام. دي الفكره، دي عاده الناس بيشتغلوا بها في الانكريمنتال. انكريمنتال لود يا سي دي سي ثاني يا الديت تايم، ديت تايم كولوم. لكن مثلا المايكروسوفت، في مايكروسوفت سيكوال سيرفر، في سي دي سي ناس بتعمل ليه النيبل عادي، في ناس بيخافوا بيقولوا ممكن، يعني مثلا انا برودكشن عندي داتابيز برودكشن وما في، انا بديت اعمل داتا وير هاوس هسه الليله والداتابيز دي شغاله عمر سنين، لكن ما في السي دي سي انيبل ده. انه عارفين احنا بنعمل ليه النيبل على مستوى الداتابيز، وبعد ذاك بنيجي نعمل ليه النيبل على مستوى التيبل. فهل هو ممكن يأفكت بيرفورمانس وايز؟ لا، انا بتذكر فتشت كمان في الموضوع شديد، لانه واجهني الكيس ده ما بيأثر خالص في البرفورمانس، لانه هو في النهايه ما زي التريجر، يمشي لوك فايل بنفس لوك تيبل بنفس اسم التيبل لوك، اي حاجه تحصل بكابشره بيضيف التايم ستام بيضيف الاوبريشن تايم، فما بيأثر خالص يعني في البرفورمانس وايز. برضو يا دكتور احنا كان مره اوريكل نفسها، كان مره احنا سالناهم في الموضوع ده، هي اوريكل ريكومند انك انت تستخدم سي دي سي. هو سي دي سي، سي دي سي يعني مريح شديد، يعني مريح شديد، لانه في الاوبريشن تايب بخزن لك اي حاجه يعني. وبعدين حتى التراكنج ليه، يعني مثلا في الاسئله لما تيجي تشتغل بالسي دي سي بالذات، مثلا في مايكروسوفت عندك سي دي سي داتا سورس، يعني انت حتستخدمها هي، يعني ما في كومبلكسيتي. لكن لو ما حتستخدم بالسي دي سي معناها حيكون عندك زي ما قلت لك كولوم انت حتضيفه وسميه موديفايد كولوم واي حاجه، كل حتلوت وحتشيل اكبر قيمه تخزينها في متغير عندك، وكل مره تيجي تغارن وتشتغل. فالموضوع شنو مرهق، لكن لما استخدم السي دي سي بشيل التشينج من اللوك تيبل، يعني دائما بيكون بيسموه لوك تيبل، بشيله منه. فايفيشنت يعني هو مور ايفيشنت ثاني من استخدام الديت كولوم او الديت تايم كولوم. هسه الناس كلها متجهه له، يعني كل المؤسسات بقى عند السي دي سي، لانه الكونسيبت ده فيري امبورتنت، ولانه بيعينك في موضوع الريل تايمينج. يعني انت لو عايز يكون الداتا وير هاوس بتاعك هي ريل تايم بتحتاج السي دي سي، وعنده استخدامات كثيره يعني. فهو بقى يعني شيء كروشال، في شيء مهم شديد في كل المؤسسات. في اوبن سورس يعني ما الا الناس يشتغل بالبيت لو ناس شغاله بمايكروسوفت، واصلا باي ديفولت موجود في الداتا بيس عشان كده. تاني عندنا سؤال يا شباب عشان نطلق صراحة إبراهيم ومعاذ ديل الليلة ما قصر. ما في سؤال، طيب لو ما في سؤال معناه خلاص نرابع بالسيشن. ونشكر معاذ وإبراهيم، والله ما قصرتوا، شكرا جزيلا من القلب، وجزاكم الله خير وفي ميزان حسناتكم. وبنتوقع السيشن الجاية زي ما قلنا تكون النيتشر بتاعتها هي يعني مور براكتيكال وموجهة ومضبوطة، دارين تكون مضبوطة، يعني زي ما قلت لكم أنا الجداول لو 5-6
يعني اول اربعه كويس، لانه لما نشرها كده نخليها مشروره ممكن ما نقدر نسيطر عليها، يعني الكومبلكسيتي تزيد وفي التالي زي ما يكفينا. احنا عايزينها تكون مضبوطه وتوصل الفكره، يعني اربع خمس جداول فيها فاك، فيها اثنين او ثلاثه دايمنشن، ويا حبذا لو في واحد ديت جاهز في السكريبت الظريف بتاعك دي توصل الفكره للناس، الناس يعرفوا الموضوع. يعني نتارجت الدايمنشن الفيري امبورتنت، زي الديت فيري امبورتنت، زي الحاجات اللي قال ابراهيم لو كان برودكت، لو كان كاستمر فيري امبورتنت، توضح الفكره وحاجه بجد تكون محسوسه للناس، يعني حاجه محسوسه الناس تكون شايفاها كده، فاستيعابه وهضمه ما يكون صعب بالنسبه لهم. ونشكر الجميع على حضورنا الجميل وانيق وكثر خيركم، ومتواصلين ان شاء الله للسبت الجاي. وزي ما قلنا نحن لسه فاتحين باب التطوع للمحاضرات، اي انسان حاسس عايز يقدم حاجه للناس فيتواصل معايا انا او مع مصطفى او مع الحسين او مع اي واحد، مع ابراهيم، مع الشباب دي كلهم بينسقوا الموضوع ده. جزاكم الله خير. لو في زول داير يضيف حاجه ويقول حاجه نحن سامعين. والله انا مصطفى حابب اشكر الباشمهندس ابراهيم وباشمهندس معاذ على زي ما بيقولوا المعلومات القيمه والمرتبه، وما شاء الله عليهم، يعني كانت محاضره جميله وانا شخصيا استفدت، واتمنى منكم المزيد ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكم جميعا. شكرا يا شباب، الله يديكم العافيه. معاذ ابراهيم كتر خيركم، ما قصرتوا والله، شكرا جدا. يا مان تبدأ.